السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعزائي المشاركين، أهلا وسهلا بكم في قناتنا من جديد. كيف حالكم؟ أتمنى منكم أن تكون بخير. أنا سيلفيا هيرلين من إندونيسيا، تابعوا هذه القناة عن اللغة العربية. موضوع اليوم عن التعارف، وفي هذا الموضوع سنتعلم عن مهارة القراءة، تابعوني وإن شاء الله راح تفهم عنه. اسمي محمود، أنا من بنجرماسين، أنا طالب في المستوى الثاني في هذه الجامعة. أنا طالب في كلية الاقتصاد، وهذا زميلي زكريا، هو طبيب في المستشفى الكبير، وهو من مدينة سوربايا. أجب الأسئلة الآتية إجابة صحيحة: من أنت؟ من أين أنت؟ القراءة موضوع عن التعارف في النص الثاني. هذه تاجرة في سوق المدينة، اسمها حليمة، هي تاجرة الملابس باتيك سولو. هي من مدينة فاكالونغان، وهذه صديقتها نجوى، هي تاجرة أيضا، هي من مدينة جوكجاكرتا. وذلك صديقها دوني، هو مهندس ماهر، هو من مدينة فونتياناك. أجب الأسئلة الآتية إجابة صحيحة: من أين حليمة؟ هل حليمة من مدينة سولو؟ اللغة العربية ليست سهلة وليست صعبة، بل هي طبيعية. شاركوا هذا الفيديو ليستفيد من الجميع. إلى اللقاء، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.